بعد ما صارت المواد الدراسية للشهادة الثانوية مؤتمتة، استفسارات كثيرة وخوف كبير من الأهالي. يا ترى هل الطلاب اليوم قادرين يتعاملوا مع هذا النوع من الأسئلة الجديد؟ وبعد ما خلصوا امتحانات الفصل الأول، تبين أنه نسبة من الطلاب قدرت تتأقلم مع هذا النموذج الجديد، وأكيد نسبة من الطلاب لقت صعوبة. بس يا ترى شو وضع اليوم اللغة العربية؟ هل كان في اختلاف على هي المادة؟ هذا الشيء اللي حنتعرف عليه اليوم يا رشا. أكيد هادي، هذا القرار اللي أصدرته وزارة التربية بأواخر 2023، وهي بأتمتت جميع المواد بالثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، كان أنه كل المواد حتكون مؤتمتة ما عدا مادة الرياضية العربي حتكون الأتمتة جزئية فيها، وهذا الشيء كرمال تناسب التطور العلمي والرقمي بهذا المجال اللي عم نعيشه أو بهذا التطور اللي عم نعيشه. اليوم كل في تخوف من الأهالي وأيضا من الكادر التدريسي. حنروح فورا لضيفنا لليوم لنعرف أكثر عن مصير اللغة العربية، وهي دائما الخوف الأول للطالب بكل امتحان. وضيفنا لليوم هو مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ طارق الحموري. صباح الخير أستاذ، كيفك؟ صباح النور أنسي، أهلا وسهلا. صباحك أستاذ. أهلا وسهلا، يسعد صباحك أنسي. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، اللغة العربية لغة كتير مهمة، وفينا نقول إنه هي لغة مرتبة اليوم لطلاب الشهادات. خلينا بداية نعرف المشاهدين شو هو الاختلاف يلي طرأ اليوم على نوعية أسئلة الامتحان لمادة اللغة العربية. أهلا وسهلا أنسي مرة ثانية. الاختلاف اللي طرأ على مادة اللغة العربية للأمانة هو اختلاف ظاهر وملموس. يعني أولا نحن كنا بالامتحان الماضي نعتمد على مادة واحدة أو نعتمد على قصيدة واحدة في الأسئلة، كان يجي الامتحان خمسة أبيات مثلا، ثلاثة أبيات من داخل الكتاب وبيتين من خارج الكتاب. تمام، هاي الأبيات هي مسؤولة عن التطبيقات الفنية واللغوية والقواعدية، لكن الآن الاختلاف كان كبير. نحن هلأ حاليا في عنا ست قصائد. نعم، كل قصيدة صارت مهمة لدى الطالب في الامتحان، وبالتالي الطالب ما عاد يقدر يقول أنا بدرس هي القصيدة وبترك غيرها أو أعطي أهمية لهي القصيدة على حساب القصيدة الثانية. فلذلك الطالب صار لازم يكون عنده دراسة شمولية وموسوعية لمادة اللغة العربية. هي أولا. بالنسبة أيضا إلى موضوع الأبيات الخارجية، صار في زيادة بعدد الأبيات اللي دخلت بالامتحان. أولا كان في عنا تقريبا بيتين خارجيات الطالب يجاوب عليهم، هلأ لا تقريبا عم يكونوا من ثلاثة إلى أربعة أبيات خارجية. كان يلاقي فيهم صعوبة، يعني رغم أنهم بيتين وإلال كان يلاقي فيهم صعوبة. هو كان يلاقي فيهم صعوبة، لكن دائما هي وزارة التربية لما بتطرح البيت الخارجي بتقول ببساطة هذا البيت فكرته مرت مع الطالب خلال فترة التدريس. فأعتقد أنه صحيح أنه صاروا هني أربعة أبيات، لكن إذا كان الطالب درس دراسة كاملة متمكنة رح يقدر يجاوب عليها. طيب أستاذ، خلينا هيك نستفيد من وجودك معنا اليوم وناخذ نموذج من الأسئلة اليوم. كيف حتكون الإجابة على مادة اللغة العربية كونه مؤتمتي بشكل جزئي؟ الإجابة حتكون بصراحة نفس طريقة الأسئلة الماضية، لكن الطالب عم يشوفهم 30 سؤال. نحن عندنا بمادة العلمي مثلا اللغة العربية للفرع العلمي عندنا تقريبا 30 سؤال مؤتمت. الإجابة 30 سؤال مؤتمت، على كل سؤال تقريبا في عنا دقيقة أو دقيقة وبعض الثواني. طيب ما صار ظلم بهذا الحساب التوقيت؟ وزارة التربية هي لما طرحت النموذج المؤتمت قالت أنه هذا النموذج استرشادي، وأخذت عينات من المدارس، وحاليا وزير التربية قال سيادة الوزير أنه ممكن يكون في مراجعة لوقت المادة الامتحانية. يعني في شكاوى كثير هاي سمعناها من الكادر التدريسي والطلاب انه الوقت انظلموا الطلاب فيه، وخاصه وقت اللي بيكون ماده بدها شويه تفكير اكثر، يعني خصوصا انه كانت اول مره الطالب عم يتعرض لهالماده. اعتقد انه وزاره التربيه في اعاده، يعني في طور اعاده تقييم الوقت في لأي مادة امتحانية. إن شاء الله بنتمنى اليوم صوتنا وصوتك يوصل أستاذ كرمال الطلاب. بإذن الله بيوصل. إن شاء الله يا رب. أستاذ، يعني لابد أنه لما بنحكي عن مادة اللغة العربية نحن نحكي عن المواضيع. كنا عم نحكي قبل الهواء أنه صار في تغييرات كثيرة اليوم على المواضيع، ويمكن نحن نقول أنه اللغة العربية لغة الأدب، لغة الشعر، لغة الثقافة. بالنهاية طالب من خلال الموضوع لما بده يكتب موضوع بالامتحان قادر يطلع عنده الحس الإبداعي والخيالي. خلينا نوضح شو هي التغيرات
التغيرات يلي طرقت اليوم على موضوع اللغة العربية؟ للأمانة بالنسبة لموضوع التعبير إن التغيير كلي ما حصل، ضلت روح موضوع التعبير واحدة، يعني تمام. الطالب بكتابة موضوع التعبير ما اختلف حاليا أي شيء عن الطريقة التقليدية اللي كنا عم نكتب فيها الموضوع، لكن حصل تغيير بسيط في توزيع درجات موضوع التعبير. هذا التغيير البسيط للأمانة الطالب ما في عنده مشكلة أبدا طبعا. فيه طالما الطالب لا يزال يعتمد على الكتابة المنهجية اللي هي بنذكر العنوان الوحدي دور الأدباء بالمقدمة، بندخل للفكرة الأولى، بنعمل ربط جميل مع الفكرة الثانية والثالثة وهكذا ونهاية الموضوع ببساطة ما اختلف أبدا أبدا أي شيء بيروح كتابة موضوع التعبير. هلأ حالياً النموذج الاسترشادي طرح بموضوع المقالة أنه كان 40 صار 35 درجة، ممكن يرجع 40 ممكن يضل على 35 درجة، لكن ببساطة ما اختلف أي شيء بكتابة موضوع التعبير، لذلك منطمن طلابنا أنه موضوع التعبير لا زال كما هو. فالطالب الحمد لله اللي عنده ملكة كتابية أو إبداعية لازم ينميها ويزيد فيها مشان ياخذ العلامه الكامله باذن الله. طيب استاذ خلينا يعني بموضوع الاعراب او الاعرابات، كيف ممكن تجي الطالب اليوم حابب يعرف اكثر كيف حتكون الاسئله كونه هل حيكون مؤتمت؟ هل حيكون احنا سمعنا حتيجي ثلاث نماذج بالقاعه الوحده، هل هذا صحيح؟ صحيح، ثلاث نماذج عوامل وحتى اربع يعني. نعم صحيح. شو الفكره اليوم من موضوع الأتمتة أو من موضوع تنوع النماذج؟ موضوع تنوع النماذج هو كانت له فكرة يعني رائدة لمواكبة التعليم العالمي، يعني التعليم العالمي أو نمط التعليم العالمي الحديث هو عم يعتمد على النمط الأتمتي، فكانت فكرة الوزارة أنه نواكب العولمة ونواكب التطورات اللي يعني نشأت في الأكاديميات أو نظم التعليم العالمية، يعني هي الفكرة كانت من موضوع الأتمتة. أما بالنسبة لسؤال الإعراب بالأتمتة، هلا هو في عندنا نحن يعني ايجابيات وسلبيات. خلينا نحكي عن الايجابيات، الطالب المقتدر اعرابيا ما حيلاقي مشكله، فمثلا لو اجى فعل انتبه حيكون بخير الاتمته، فعل ماض مبني على الفتحه، فعل ماض مبني على السكون، فعل مضارع فعل امر، الطالب المتمكن ما عنده مشكله. اه لانه بعض الناس قالوا انه ممكن يجي ما هو الاعراب الاقرب للصح. لا هلا لا. ممكن تصير هيك القصه؟ لا لا خلينا نطمن الناس اكثر. لا لا اكيد الاعراب حيكون دقيق وما في اي مشكله، لكن وين المشكله ممكن الطالب انه يقع فيها؟ قديما كنا بالمنهاج السابق اذا كتب اعراب واخطا مثلا باعراب الضمير تروح علامه جزئيه على اعراب الضمير. هلا حاليا ممكن يكون الخيار المؤتمت انه مثلا انتبه فعل ماض مثلا يعطيها، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء، وها ممكن يكون الخيار في محل جر بالاضافه وخيار اخر في محل نصب مفعول به، فهو لازم جزئيات يعني القصه اليوم جزئيات. ويمكن يعني الجزئيه ممكن تلعب دور بهذا الموضوع يعني، لكن الطالب المتمكن اعرابيا ما عنده اي مشكله بالنسبه لموضوع الاتمته. طيب حتى نحن تفضل انا اعطيتك تفضل، حتى نحن بالجامعات كنا نأتمت يعني كانت ماده النحو عندنا مؤتمته يعني. طيب ممكن يكون في جوابين صح بقلب السؤال، ممكن هيك يكون في هذا النوع من الأسئلة؟ لا مثل لا الفخ لا مثلا ولا لا ما في؟ هلا هو تماما هو كفخ ما في يعني ما ممكن في. يكون في أفخاخ لكن يعني قريبة يعني يمكن الطالب أن يميز بها. تماما طبعا نحن دائما يعني بنطلب من يعني القائمين على العملية التربوية يعني وضع الامتحانات يعني ما يكون فيه دائما يعني خيارات تشويش. متقاربة أو تشويش، خصوصا أن الطالب ما معه الوقت الكافي ليفكر ويميز بين الخيار الأقرب إلى الصحة، فبإذنه تعالى حيكون الخيارات واضحة. طيب إن شاء الله. أستاذ نحن دائما نعرف أنه العلامة التامة باللغة العربية هي نسبية عند الطلاب وقليلة، خلينا نكون واقعيين أكثر اليوم، حتى الكادر التدريسي بعد ما كمان ما بدي يروح لموضوع التعميم صار حلم اليوم للطالب، هل هذا الشيء صحيح أو غلط بموضوع الأتمتة؟ اولا هي العلامه التامه بماده اللغه العربيه بطبيعه الحال كانت صعبه، يعني صعب احنا كنا نشوف مثلا انه ماده الرياضيات لنفترض يطلع عنا مثلا على مدار او على مستوى شهاده الجمهوريه العربيه السوريه 10,000 طالب مثلا جابوا علامه تامه، بالعربي بيكونوا مثلا 500 طالب. يعني هي بطبيعه الحال العلامه التامه باللغه العربيه هي اصعب قولا واحدا، دائما بتروح أصعب بالموضوع ما بيوصل صح لل هو دائما هو دائما المتهم يعني الموضوع التعبير بالنسبه للامور، لانه الطالب ممكن يغلط بهمزه فيروح له جزء علامه. تمام يعني هي بطبيعتها كانت صعبه. هلا شو اللي تغير؟ اللي تغير انه بالعكس الاتمته ممكن صارت يعني تخفف من صعوبتها، كان عندنا مثلا انه الطالب بالاجابات اللي بتعتمد اجابات البنيه الفكريه اللي بتعتمد على كتابه الطالب
كان ممكن الطالب يعني بذهنه الفكره صح بس يعبر عنها بطريقه الصيغة. بطريقه خلينا نقول يعني لا لا يعني لا تنال العلامه الثامنه، يعني سواء بالموازنه ولا بالسؤال الاول الاستنتاجي او بالسؤال الثاني. حاليا هلا صار تجي سؤال واضح يعني جاوب اخذت العلامه الكامله. فالطالب الفاهم ما عاد عنده مشكله يقول لك انا اذا صغت هالعباره يا ترى كان يروح لي عليه علامه خلص هلا اجتك العلامه. يعني اليوم بنتوقع اليوم يكون في نسبه العلامات التامه اكثر او كونه انت حضرتك بمجال اللغه العربيه. بما انه بقي الموضوع بقيت العلامه يعني اللي بتعتمد على كتابه الطالب هي موضوع التعبير. يعني اكيد اذا الطالب كان عنده قدره بكتابه موضوع التعبير صح بنال العلامه التامه، يعني في يعني نحن كنا مصححين صححنا كثير بنماذج التربيه واعطينا الطلاب كثير علامات تامه بموضوع التعبير. فحاليا الامور اسهل شوي على لا اسهل اي منخف باذنك انا خلص حخف على الطلاب. تمام استاذ طارق، يعني اكيد الطالب لحتى يحصل على العلامه الكامله او شبه الكامله لابد انه يكون في تحضير كثير كبير ومكثف اليوم من خلال الطلاب، خلينا نعطيهم نصائح اليوم كيف ممكن يدرسوا لماده اللغه العربيه لحتى يوصلوا للامتحان النهائي يكون عندهم مخزون معلومات كافي اليوم. طبعا انا بنصح طلابي اولا يعني يدرسوا الماده بطريقه فهميه، ما عاد يعني مجال للحفظ، الطالب يدرسها بطريقه فهميه ويطول باله عليها، يعني هيك هي ماده حلوه ولذيذه يعني بيقدر الطالب يعني يتلذذ بجماليتها. والموضوع الثاني يعني انه يعطي اهميه لكل القصائد على حده، ما عاد عندنا قصيده يعني مهمه وقصيده غير مهمه، ويتمرن على ضبط الوقت. يعني حاليا الوقت صار عامل هام جدا بموضوع بالتعبير بالنموذج الامتحاني الاخير. فلازم الطالب يكون عنده يعني هو عم يتمرن يضع نموذج امتحاني ومنبه قدامه يعني تمام اعطيناك نحن 40 حاله روب لا هي حاله روب يعني بس يعني ممكن هلا حاليا باذن الله حي يعني انا متاكد او متفائل انه حيكون في زياده لوقت الماده. فلا يعني بس لازم الطالب يعني يعتمد انه كل سؤال يعطيه خلينا نقول دقيقه وشوي، يعني ما عاد في مجال يصفن ابدا. طيب استاذ ذكرت حضرتك ان نماذج ونحن بنرجع اليوم بمحور فقرتنا هي ان النموذج الجديد كونه نحن عم نحكي باواخر 2023، هل اليوم تم تدريب او تاهيل الكادر التصحيح كادر التدريس للتعامل مع هذا النموذج بشكل صح؟ هل تم تدريب الطلاب وكيف كانت النتائج بالفصل الاول؟ طبعا بالنسبه لنتائج الفصل الاول نحن ننتظرها، يعني هن وزاره التربيه يعني اعتقد بالوقت القريب رح تجينا النماذج اللي استلمتها وزاره التربيه وحنشوف نتائج. ما صححت حضرتك بماده اللغه العربيه اتمته؟ تمام نحن ما صححنا لكن لانه التربيه حاليا هي اللي عم تصحح الكادر، انا لست من الكادر حاليا. لكن بالنسبه الى تطوير تدريب الطلاب على النماذج المؤتمته حاليا نحن بمدارسنا التي نعمل بها يعني في تدريب في ورشه عمل شموليه من قبل كادر اللغه العربيه على اعداد نماذج، يعني قمنا باعداد اكثر من 5 نماذج حتى الان لنعطيها لطلابنا تباعا، كل اسبوع تقريبا بدنا نعطي نموذج او كل اسبوعين نموذج كي يصل الطالب إلى نهاية العام بإذن الله يعني متمرسا ومتمرنا على حل النماذج. تمام يمكن حكينا كثير عن إيجابيات نماذج الأتمتة اليوم، في حال كانت النتائج إيجابية بالنهاية والطلاب حققوا نجاح من خلال هي الطريقة، ممكن نشوف هذا النموذج منتشر لباقي الصفوف للإعدادي، ممكن نشوف الأتمتة لهم؟ اعتقد انه وزاره التربيه قالت يعني انه الاتمته يعني حاليا في ماده اعتقد بالتاسع يمكن تتأتمت الاجتماعيات. يعني هو قرار نفذ ولا شك ان يعني السنه القادمه يعني انت برايك استاذ هذا الشيء ممكن يصير اليوم برايك كنموذج يعني خرج الطلاب التاسع مثلا يلجأوا للاتمته ام لسه بكير لحتى نشوف يمكن ما تصير يمكن احنا حسب ما سمعنا صحيح في لسه كمان معلومات هلا الوزاره هي حتصرح بهذا الوزاره حتصرح نحن سمعنا يعني انه ممكن التاسع او على الاغلب يعني هيك فهمنا انه حتصير ماده يعني ما في علامه او ما في شهاده التاسع هيك فهمنا يعني انه انتقالي حيصير المرحله لكن لا شك انه وزاره التربيه ماضيه قدما في موضوع الاتمته للصفوف الانتقاليه ايضا. طيب استاذ دائما رهاب اللوم اللي بيسبق الامتحان نحن عايشينه كلنا ومرقنا فيه وبتحس انت اليوم انت نسيت كل شيء بتقول انا نسيت انا ما ضل معلومات بذاكرتي.
قلت يعني هي حالة عامة عند كل الطلاب، ما مو حالة خاصة. يوم قبل بيوم كيف اليوم المفروض الطالب يهيئ نفسه، وخاصة بموضوع اللغة العربية؟ احنا بنعرف كانت ترسب من زمان، يعني اجت اخر شيء الدورات التكميلية انقاذ للتعب الطالب كله. يعني اولا الرهاب موجود، اول شيء لازم الطالب يحارب هذا الرهاب، يعتبره انه امر طبعي موجود بحياته. اي امتحان او اي عمل جديد نحن نقدم عليه دائما في عندنا رهاب يكون قبل بيوم، فالطالب باذن الله لازم يتعامل مع الرهاب على انه حاله طبيعيه وليست حاله يعني مرضيه. موضوع اللغه العربيه قبل بيوم، الطالب يدرس الماده يعني باريحيه بابتسامه يعطيها من وقتها الجمالي، وينام بكير، ويعتمد دائما على انه هي نصيحتي للطلاب انه الاجابه اللي تلمح بذهنك اول وحده غالبا هي الاصح. قلبك هيك بالهفله، يعني اذا ما عقلك لهفله خلي قلبك الهفله باذن الله. بتكون ما كنا نخاف كنا نشوف بمنامنا الاسئله قبل بساعه شو بده يجي. ياما في طلاب قالوا شفنا وطلعنا كمان وطلعتنا صح، ما بعرف اذا هالشيء صح، يعني ما حصل معي. انا تمنيت شيء مره بالامتحان تطلع لي هيك، يبدو انه منامي ما صدق. ان شاء الله استاذ هيك امنياتك تتحقق بالايام القادمه، ويكون هيك هذا النموذج خير على طلابنا وعلى بلدنا وعلى رفع المستوى التعليمي في سوريا. شكرا لحضورك اليوم، ما بدنا نوصيك بالطلاب اليوم كونه اول هي السنه اول سنه تجريبيه، فاجباري حيكون في تقديم بعض التسهيلات من المختصين باللغه العربيه. شكرا أنسي، أنا سررت بلقائكم. إن شاء الله بإذن الله سنة خير على الشعب العربي السوري وعلى طلابنا، وبإذن الله تكون الأتمتة فاتحة خير لدراستهم المستقبلية. أكيد. بالختام الأستاذ طارق الحموري بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات المهمة اللي قدمتها، وأكيد كل الأهالي اللي تابعونا إن شاء الله يكونوا استفادوا من كلام حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.